مباريات بدون فوز، 6 في الدوري، هي مشكلة في الهجوم، عنده 20 هدف. يعني في بعض الفرق اللي تتأخر في جذبها تصل إلى فوفانا، محاولة من ينتظر عودة موسى دبلي للتهديف، لكن قبل ذلك قد يطلع سجل. هو هداف الفريق في هذا الموسم وعنده 7 أهداف في بطولة الدوري. الكرة بترجع الآن عن طريق أوتافيو، حارس المرمى يتصدى، الكرة تعود بعد ذلك عن طريق كريستيانو رونالدو، كرة تعود إلى أوتافيو في مكان فوفانو. ساديو ماني، مباراة مع الاتفاق في الدور الأول سجل، لكن وصلت إلى أوتافيو، أوتافيو والتمرير، الله ساديو لو استلم ساديو في اللقطة، شوف التوقيت، أوتافيو رماها، كرة تصل إلى بروزو، بيرسل كرة إلى أوتافيو، مكان أوتافيو استلم، أوتافيو وقف، الآن قد يعود الكرة، عدى، يا سلام يا أوتافيو، مرر، يا سلام يا سلطان، لكن في هذا التوقيت، في هذه اللحظات بعد مرور نصف ساعة، الكرة بتتحول الآن من جديد مرة أخرى باتجاه سلطان الخلاب، بيرسل الكرة في حتى اللحظة، والكرة تصل إلى أوتافيو لاستلم ودار، ولكن الكرة أيضا بتتخلص، تعود مرة أخرى في الجهة اليسرى، عادت بالأقدام اليسرى، أوتافيو إلى ساديو، إلى أوتافيو، إلى كريستيانو، تصوير الكرة بعد ذلك من بروزو، عادت بعد ذلك في مكان، بيخلصها إلى أوتافيو، أوتافيو يحاول المرور، بروزو يضغط، فوفانا لمسة إلى أوتافيو، لا تصل هناك خطا، استلم، لكن سرعان ما يستعيدونها، لا يتركون الفريق، تلسكا 12 مساهمات، ساديو 10، الكرة بترجع الآن في مكان إلى أوتافيو، في مكان بيلعب الكرة إلى بروز. اسمع اسمع اسمع، هذه هجمة يفقد توازنها، والكرة في اللقطة الماضية بتضيع، تعود من جديد الآن في الصافرة والخطأ، يحكي أخرى نقلات، لكن بروزو بيخلصها، يا سلام يا أوتافيو، خطف أوتافيو، دار أوتافيو، مشروعة صارت إلى أوتافيو، لف ودار، كريستيانو ودار، ترجع إلى أوتافيو، أوتافيو بين اثنين يحاول، بيرسل الكرة إلى النقطة رقم 40، يقلص الفارق إلى 10.